الوضع حان يعني، حتى واحنا متابعين 7 اكتوبر الوضع لما تشوفه بايد بعينك اسوء كثير من لما تشوفه اونلاين. الشعور بحتى صعب كثير، لان لو واحد يعني مش ما بيقدر يتخيل شو راح يشوفه الا لما يجي هان، والظروف صعبة كثير. بس يعني ما الشعب هان فيش شيء اقوى من الشعب هذا شفته بحياتي. استقبلونا يعني زي كنا هم دمنا وعائلتنا. الالم هان كثير. المرضى يفيق المريض من البنج بكل هالالام وهو يدعو لنا او يتشكرنا. انا لم ارى هذا في اي مكان. وهناك فئة كثيرة، المتطوعين كثير من الناس اللي يعملون متطوعين. امبارح اشتغلت مع رجل كان شرطي يتطوع بالاكس راي، وواحد اخر كان معلم يتطوع. هي نسبة المتطوعين عالية جدا في وقت اهل الذين هم في المخيمات لاجئين محتاجينهم في بلد، يقفون يوميا عشان الماء، يوميا عشان قليل من الطعام، تاركين أهليهم ومتطوعين. شعب جبار.